قدرات الجيش المصري كانت محل بحث كبير في الفترة الأخيرة، خاصة مع استمرار الحرب اللي بيشهدها قطاع غزة ووصول القصف الإسرائيلي لمدينة رفح اللي بتفصل بين مصر والأراضي الفلسطينية. مركز جلوبال فاير باور كشف في آخر تصنيف ليه لعام 2024 إن الجيش المصري في المرتبة 15 عالمياً والأولى عربياً. التصنيف أظهر إن إسرائيل احتلت المركز 17 عالمياً من حيث القوة العسكرية، وجت الولايات المتحدة أولاً، وبعدها روسيا والصين، ورابعاً كانت الهند. أما كوريا الجنوبية فتفوقت على المملكة المتحدة وأصبحت في المركز الخامس. جلوبال فاير باور بيقدم بيانات تصنيف 145 جيش حوالين العالم بناءً على عدة مواضيع زي القوات البرية والجوية والبحرية، وعن قدرات الجيش المصري اللي وصلت ميزانيته السنوية لأكثر من 10 مليار دولار. قال المركز إن قوته البشرية بتبلغ 450 ألف جندي فاعل و480 ألف آخرين في قوات الاحتياط. أما عن القوات الجوية، بيمتلك الجيش المصري أكثر من 1000 طائرة حربية، بينها 250 مقاتلة و88 طائرة هجومية و59 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 341 طائرة تدريب و304 مروحيات عسكرية، منها 91 مروحية هجومية، إلى جانب امتلاك 83 مطار صالح للخدمة. ويضم الأسطول البحري نحو 316 قطعة، منها 8 غواصات و50 سفينة دورية و13 فرقاطة وسبع طرادات و23 سفينة متخصصة بالألغام. وفي سلاح المدرعات، الجيش المصري لديه أكثر من 4500 دبابة و11000 مدرعة و1165 مدفع ذاتي الحركة وأكثر من 2200 مدفع ميداني، إضافة إلى 1235 راجمة صواريخ.